هذه المتابعة لهذه المؤسستين العلميتين وسجلت عليهم بعض الملاحظات، اللي هي الجامعة اللي هو المركز والجامعة اللي سحب تخصيصها. من هذه الملاحظات هي أن هناك شبه خلط أو تماهي بينهم مع حزب سياسي معين، بحيث أنهم حزب سياسي حكما للقياديين فيه هم اللي أيضا يقودوا هذه المؤسسات، أعضاء مجلس الإدارة فيهم، مثال شبه خلط. إلين لا أعتقد أنكم أنتم عارف هذا، ما في حد يقدر اليوم مثلا واعي يكون يقول عن هذه المؤسسات اللي هم الذراع العلمي لهذا الحزب المعين، كما أن المرابطون هي الذراع الإعلامي، وكما أن الحزب هو الذراع السياسي. هذا أعتقد أن كلكم تعرفوه. الملاحظة الثانية نملي هذه المؤسسات الثنتين اللي قلت لكم إنها يوما بعد يوم تكرس نوع من منهجية تخالف المنهجية الموجودة في البلد، هي منهجية المدارس الشنقيطية الإسلامية الشنقيطية اللي المالكية الإشعرية الجريدية كما قال الأستاذ، وأنها يوما بعد يوم تكرس منهجية مخالفة لهذه المنهجية اللي هي المرجعية الجمعية لدى أهل موريتانيا. بالإضافة أيضا إلى الملاحظات حول التمويلات اللي مصدر هذه التمويلات وكيف تأتي. طبعا خلال الحملة الأخيرة اتضحت الأوراق، كشفت الأوراق أكثر، وتعود ولاحظتوا بعض الفتاوى في الحملة الانتخابية الأخيرة، تعود لاحظتوا بعض الفتاوى للقيادة العلمية والتوجيهية لهذه المؤسستين. مثلا في الفتوى تعود وفتكوا شفتوا في التواصل الاجتماعي، يعني أن هذا الحزب أنه هو اللي يدافع عن المظلومين، وأنه هو اللي يكرس، وعلى مثلا التصويت له وهو الطاعة، وأعلنه لا يريد السلطة ولا يريد المناصب، وإنما يريد رضا. لأن هذه فتوى خصوصا مرشح في نواذيب، هذه الفتوى في التواصل الاجتماعي، وأنه ينبغي حد يريد الحق ويريد مثلا القسط أنه يصوت لهذا المرشح وهذا الحزب. وهذا كما تعلمون أنه تكريس لهذه المنهجية وإقحام هذه المؤسسات العلمية في السياسة، وأنها فعلا تتخذ أدوات للحملة السياسية للحزب. أيضا تلاحظوا أيضا عن القيادة العلمية والتوجيهية لهذه المؤسستين خلال خطبة أيضا أخيرة. هذه الخطبة أحد منكم يسمعها يعرف تتكرر تقريبا كرست، أو يشتمل ضمنيا على الأفكار. الفكرة الأولى هي على الحكام الحاليين أنهم يشاوروا بالقوة في العالم الإسلامي، طبعا حديث عام شوي، وأنهم ليسوا مبايعين عن رضا من قبل الشعوب، وإنما هم اغتصبوا السلطة بالقوة. وهذا الحقيقة فيه نوع من التحريض الضمني على الفتنة. الفكرة الثانية اللي حملت هذه الخطبة هي أن سبب الحروب والفتن اللي في العالم العربي والإسلامي أنه ليس المتطرفين كما أشار الرئيس في أحد خطاباته وتصريحاته، وإنما سببها الحكام. وكان هناك مثال بالرئيس السوري أنه متمسك بالسلطة وهو السبب، مع أن الرئيس الليبي قامت ليس في السلطة وقامت الحروب بعد أن مشى عن السلطة، والرئيس اليمني قامت الحروب بعد أن مشى عن السلطة. إذا كان الرئيس السوري لأنه متمسك بالسلطة تحارب هذه الجماعات المتطرفة، لكن الرئيس الليبي تحارب بعد أن مشى عن السلطة، لا يمكن حد يقول بسببها. وهذا أيضا يحمل نوع من التحريض. الفكرة الثالثة اللي قالتها هي وصف كلام اللي قال رئيس الجمهورية، أنه يقولوا أن هذا الكلام لا يقوله إلا إنسان مفتون.
وتعرف ملي عن من اللياقة الإدارية والأخلاقية العلماء الشراقطة والمدرسة الشقيطية هما لا يصفون رؤساءهم بأنهم مفتونين، كما أن أيضا الرؤساء لا يصفون علماءهم بأوصاف لا تليق في على الأقل بصفة عامة لا يسمونها. المهم هذا فقط، هذه الأمثلة اللي أعطيتكم تكرس وتبرهن على أنه فعلا هذه المؤسسات، وأنا هنا أتحدث لكم عن القيادة العلمية والتوجيهية لهذه المؤسسات التي تقود هنا، فعلا حصلت ملاحظات لم نقل انحرافات عن المنهج العلمي للشناقطة والمدرسة الأصيلة الشنقيطية اللي بتعاطيها مع الشأن العام وبآدابها مع القضايا بصفة عامة، اللياقة الإدارية بصفة عامة في التخاطب وفي هذه الأمور وفي المنهجية. وطبعا كان جرى توقيف هذه المؤسسات، وضع اليد عليها، لأنها فعلا تكرس منهجية تخالف ما عليه البلد، وأيضا القائمين عليها علميا وتوجيهيا يكرسوا هذه المنهجية. ولذلك كان سحب الترخيص، وكان أيضا إيقافها المعهد نتيجة لهذه الأمور.